أهلا بكم إلى برنامج الصحافة اليوم، والبداية محليا ومن وكالة خبر نطالع العناوين التالية: الحوثيون يجرون تعديلا على قانون الزكاة يضمن لهم الخمسة. كشف برلماني يمني عن قيام ميليشيا الحوثي بطرح تعديل على قانون الزكاة والعمل على إقرار عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء لفرض زكاة الخمس على اليمنيين بصورة رسمية. واستند الحوثيون إلى تأويلات محرفة لفقهاء موالين لها ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كون زعيمهم زعيم الميليشيا وقيادتها يعتقدون أنهم المعنيون بذلك. ميليشيا الحوثي تناور عن بعد مع تراجع قدرتها على المواجهة على الأرض. السيطرة على جبل الكربة في طور الباحة بلهج عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين. إحلال السلام وحقوق الإنسان ومؤتمر للمساعدات على رأس لقاء اليمن الدولي والسفير الفرنسي. تعز قصف حوثي عشوائي يجبر أهالي قرى مديرية التعزية على النزوح. القربي معلقا على إحاطة المبعوث الأممي: نحن أمام فرصة للنجاح. السيطرة على جبل الكربة في طور الباحة بلهج عقب هجوم مباغت على موقع للحوثيين. نيوز يمن طالعتنا بالعناوين التالية: أوغندا تنفي نشر قواتها في اليمن حسب ما زعمت مواقع قطرية وإيرانية. الهلال الإماراتي يوزع 2000 سلة غذائية بحيث تحت قذائف الحوثي. مسؤول أغلب الأقسام الطبية بمستشفى الثورة بتعز متوقفة عن العمل. البنوك اليمنية تحتضر بين سندان هادي ومطرقة الحوثية. ومن صحيفة الثورة المحتلة من قبل الحوثيين نطالع الخبر التالي: إطلاق صاروخ بالستي على مدينة الفيصل العسكرية بجيزان. صحيفة عدن الغد عنوانت التالية: العرب اللندنية ميليشيا الحوثي تناور عن بعد مع تراجع قدرتها على المواجهة بالأرض. عدن تايم طالعتنا بالتالية: القتلة والمجرمون وقود معارك الحوثية في الجبهات. ناطق الجيش يكشف عن خطة لتطويق صنعاء من الأطراف الجنوبية. ميليشيا الحوثي تفرج عن متهم بنهب 13,000 اسطوانة غاز. منظمة حقوقية: الحوثيون مستمرون في ممارستهم الطائفية والتحريضية ضد الأقليات الدينية والعقائدية. مقال للكاتب موسى عبد الله قاسم تحت عنوان في قرية حوثية. الكاتب موسى عبد الله قاسم كتب مقال في قرية حوثية: صدمة لم أكن أتوقعها وأنا أشاهد أمامي صورة لأحد أبناء قريتي كتلك الصور التي توزعها الميليشيا الهاشمية بعد نفوق مقاتليها في الجبهات. تفحصت الاسم جيدا وإذا بي أمام مشهد غير متخيل: شاب في بداية العشرينيات باسمه الخماسي ولقبه الميليشاوي المميز أبو تراب. مكان السقوط مدينة تعز في الجبهة الشرقية. كان الغالبية ممن شاهدوا الصورة يترحمون على صاحبها ويدعون له بالرحمة والمغفرة وقبول الشهادة كعادة مجتمعية دارجة. وأمام هذا المشهد الغريب بالنسبة لي لم أكن إلا معارضا لتلك الزفة والتشيع المجتمعي. قلت بصوت عال: لا تترحموا على من سقط تحت راية الباطل وفي الجانب المظلم من التاريخ. هذه خيانة لدماء ممن سقطوا برصاصهم وقذائفهم وصواريخهم منذ 3 أعوام. كنت أتوقع ردة فعل قاسية بسبب موقفي المغرد خارج السرب، وهذا ما حدث بالفعل. تهم بذهاب الأخلاق وانعدام القيم وتجريح من هنا وهناك، حتى أن الذين صموا آذاننا تهريجا وتصدية من الرافضة وأتباعهم وزنابيلهم تحولوا بغمضة عين إلى قطط أليفة برتبة محايد كيوت. أعرف جيدا أن الميت حرمتي وأن مكارم الأخلاق تقتضي للترحم عليه أو الصمت في أحسن الأحوال، لكنني أدرك تماما أن مثل هذا الشيء إذا مر دون تقريع ورفض فسيصبح مع الأيام شيئا اعتياديا وسيتقبله عامة الناس باعتباره عملا يصب في خدمة الوطن كما أراد له من يسعى لترويجه بين عامة الناس.
وإن كان بحسن نية، وهذا حتما سيقود الكثير من شباب قريتنا والقرى المجاورة للحاق بالمجامع الميليشاوية الهاشمية، سيما وأن القبول المجتمعي بمن سقط في صفها وتحت رايته قد أصبح أمرا بديهيا ومستحسنا، وأن مواكب التشيع في الفضاء الافتراضي خير دليل وشاهد. وإلى الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي طلعتنا بالعنوان التالي: مقتل قياديين اثنين في تنظيم القاعدة باليمن. ومن عكاظ طلعتنا بالعناوين التالية: أطماع وإجندات تدفع بكرمان لتشكيل خلايا لإثارة الفوضى، السيطرة على درون إيرانية مفخخة وإسقاط أخرى في حجة، مقتل قياديين في تنظيم القاعدة باليمن، مسرح قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي. البيان الإماراتية طالعتنا بالتالي: بندغر الميليشيات استخدمت ميناء الحديدة لتهريب السلاح والصواريخ الإيرانية. قال الدكتور أحمد عبيد بندغر أن ميليشيا الحوثي استخدمت ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية من إيران، وهو الذي أطال أمد الحرب وضاعف من معاناة المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. الحياة اللندنية أوردت الخبر التالي: صراع أقطاب يشتت جماعة الحوثيين. تفاقم الصراع الداخلي في صفوف القيادات الرئيسية لجماعة الحوثيين بين تيار حكومة الإنقاذ التي يتزعمه صالح الصماد وتيار اللجنة الثورية العليا الذي يتزعمه محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويسعى كل طرف إلى فرض نفوذه في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة والتحكم بمفاصل الدولة العسكرية والأمنية ونهب ثرواتها. مقتل قيادين في تنظيم القاعدة باليمن. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نناقش معكم موضوع قضيتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. اعترفت الميليشيا الحوثية باستقبالها خلال 3 سنوات 63 ألف جريح من الميليشيات في جبهات القتال خلال معارك مع الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربية. وقال خبير عسكري أن الرقم المعلن لا يكشف عن العدد الحقيقي لجرحى الميليشيات، خاصة وأنها أعلنت عن الاستنزاف كخيار من الخيارات الاستراتيجية التي تواجه بها لهجمات الجيش الوطني والتحالف العربية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الاستوديو الأستاذ تامر عبد الوهاد. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ تامر. يرى مراقبون أن عدد جرحى الميليشيات يفوق ذلك الرقم بكثير، ولا تفضح الميليشيات عنه خوفا من تراجع جهود التعبئة في أوساط أبناء القبائل، ما تعليقك؟ حقيقة الجماعة الحوثية هي منذ البداية تحاول عدم إظهار خسائرها حتى تستطيع من خلال ربما ترويج الانتصارات التي انحدثت على الأرض، يعني من خلال تهويل هذه الانتصارات لها تحاول استقطاب الكثير من المجندين. لذلك ما يتعلق بموضوع الخسائر فهي تحاول قدر الإمكان إما تمييع هذه الخسائر أو عدم إظهارها بالشكل المطلوب. الحديث عن أكثر من 63 ألف من جرحى الميليشيات هو رقم بسيط ربما لا يصل إلى النسبة الحقيقية، فهذه الميليشيات استنزفت الكثير من أبناء الوطن وجرتهم للكثير من الحروب العبثية وفي الكثير من الجبهات. لذلك هي تحاول جاهدة إعطاء أرقام غير حقيقية ولا تمت للواقع أو لما يحدث على الأرض بصلة. نعم، من ماذا يخشى الحوثي من ظهور الأرقام الحقيقية الجرحى وقتله؟ الحوثي بطبيعة الحال يخشى من ظهور الحقيقة حتى لا يحدث هناك انهزام في صفوفهم، وبالتالي أيضا عدم توافد الكثير من البسطاء إلى الجبهات وإلى هذه الحروب العبثية. هو يروج بأن هذه الحروب إنما هي من أجل مصلحة الوطن، من أجل قتال الدواعش وكما يسميهم التكفيريين، وذلك من أجل أيضا العمل على
هو الرابح الوحيد من هذه الحروب، وأيضا من جر الكثير من أبناء الوطن إلى الحروب التي لا طائل منها وليس لهم فيها لا ناقة ولا جمال. نعم، برأيك ما هي عواقب استنزاف الشباب في ساحات القتال وجعلهم وقود لحكم الحوثي؟ العواقب هي وخيمة على الكثير من الأسر التي ربما كان أحد الدوافع لانخراط الكثير من أبنائها هو توفير وسد رمق العيش. لذلك هي دعوة لكل الأطراف السياسية في البلد لمحاولة إيجاد حل صارم ورادع أمام هذه الجماعة التي تعتاش على الحروب. جمال بن عمر وبعده إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته الأخيرة لدى مجلس الأمن والآن مارتن جريفيث يتحدثون عن أن الحل يكمن في حل سلمي يرضي جميع الأطراف، لكن هذه الجماعة تابى إلا الاستمرار في ما تسمى بجهود التعبئة والتجنيد الإجباري للشباب، لأنها تعتاش على الحروب. وأيضا هناك كثير من النافذين في الجماعة أصبح لديهم أرصدة مهولة من هذه الحروب. لذلك الجماعة هي إلى حد الآن إنما تجعل هؤلاء المغرر بهم وقودا لحروبها حتى يزدادوا في الثراء ودون الاكتراث بمعاناة هؤلاء البسطاء. نعم، تعمد الميليشيات إرسال أبناء القبائل والأسر الفقيرة إلى الهلاك والموت السريع من أجلها، ألا يعتبر ذلك فارق كبير في ميزان القوى حيث أنها تحافظ على أبناء سلالتها في مناصب إدارية وكذلك مناصب إيرادية؟ الجماعة والميليشيات منذ البداية حقيقة أبدت استخفافا بحياة الكثير من البسطاء، بينما الكثير من يسمون نفسهم بالهاشميين نجدهم ينعمون في الكثير من المناصب، أيضا لديهم أرصدة مهولة، يتمتعون بالكثير من الامتيازات على حساب هؤلاء البسطاء الذين يستخدمون كأمواج بشرية، وذلك لمحاولة إطالة أمد الحرب. وتفتكر الجماعة أنها من خلال إطالة أمد الحرب ربما لو حصل هناك تسوية سياسية سوف تكون هي يعني صاحبة الكلمة العليا، وهذا لن يكون، لأن هذه الجماعة حقيقة أثبتت بمرور الأيام أنها جماعة تبحث عن مصالحها الضيقة بعيدا عن المصلحة العليا والمصلحة العامة. نعم، كيف تقرأ قيامها مؤخرا بالتخلص من جثث قتلاها المجهولة الهوية ودفنها في مقابر جماعية بدون مراعاة لا لحرمة جثة لمن قتل من أجلها ولا لكرامة الإنسان أصلا؟ هو كما قلت سالفا بأن هذه الجماعة لديها استخفاف بالكثير من المنخرطين في صفوفها ولا تلقي لهم بالا، حتى إلى جانب ما ذكرته أن هذه الجماعة ربما تقوم بالحديث مع أهالي بأن أطفالها أو الذين فقدوا في الكثير من المعارك قد تم إرسالهم من خلال توابيت. وفي الحقيقة هناك الكثير ممن كانوا في عداد الموتى حسب رواية الجماعة اتضح أنهم ما زالوا إما في الأسر أو في جبهات أخرى، هي تحاول إغلاق الباب أمام الكثير من الأسر للمطالبة بأبنائها. لذلك هي تستخف كما قلت بقتلاهم، وأيضا تستخف بمشاعر الكثير من الأسر في هذا الجانب. نعم، هناك الآن يقوم طرف من الميليشيات الحوثية بالتخاطب والتحاور مع مارتن جريفيث على أساس أنهم يريدون حلول سلمية ويريدون الانخراط في قيام الحوار السلمي لليمن، وبنفس الوقت يخالفون القوانين الدولية ويرسلون الشباب ويجبرونهم على المشاركة في الحرب وإزهاق أرواحهم. كيف ترى التناقض هذا؟ التناقض ليس بالغريب على هذه الجماعة والميليشيات، فقد دابت منذ البداية، هي تقول ما لا تفعل، يعني من خلال مفاوضات الكويت ومن خلال الإحاطة الأخيرة لإسماعيل ولد الشيخ في مجلس الأمن تحدث عن أنهم كانوا المعرقل الوحيد للتسوية السياسية التي كانت على وشك الحدوث. هم يريدون أن يظلوا ميليشيات لديها سلاح خارج إطار الدولة، هم لا يريدون أي تسوية سياسية تجعلهم في نقدر نقول في مسافة متساوية مع كل الأطراف، يريدون أن يكون الطرف المسيطر وبقوة السلاح، وهذا لن يكون. نعم،
تعتقد متى سيقوم الحوثيين بكشف الأرقام الحقيقية لقتلاهم وجرحهم أيضا؟ في الوقت الحالي أعتقد أنه ليس من مصلحتهم، هم يدركون ذلك. العامل النفسي، هم يلعبون على العامل النفسي على رفع المعنويات من أجل انخراط الكثير من الشباب في صفوفهم. لذلك من الصعب أن تتكشف الحقيقة إلا مع انتهاء الحرب التي أشعلتها هذه الميليشيات، والتي يبدو من خلال المجريات على الأرض أنها لا تريد أن تنتهي في القريب العاجل. نعم أستاذ تامر عبد الوهاب الإعلامي وكذلك الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي الكرام، لم يبقى في حلقتنا إلا صور كاريكاتيرية، وحتى الملتقى، في أمان الله.